الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، إن المتأمل في القرآن العظيم يجد أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين قدوة لنا جميعا، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في قراءة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء الصفوة، في حق الأنبياء والمرسلين: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، على طريقتهم وعلى منهجهم ينبغي أن تسير وأن تقتدي. والله سبحانه وتعالى جعل قصص الأنبياء وقصص المرسلين تثبيتاً لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كما أن الله سبحانه وتعالى جعل الذكرى والموعظة في قصص الأنبياء والمرسلين: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، كما قال القرآن العظيم. إذن العبرة والغاية والمقصد العظيم من ذكر أخبار الأنبياء والمرسلين ومن أخبار الأمم السالفة أن نتخذ منها العبرة والعظة، كما سيأتي بيانه بإذن الله تبارك وتعالى. وعليه سنعيش جميعا ونتدارس معكم قصة نبي عظيم وكريم. هذا النبي امتلأت وكانت حياته مليئة بالأحداث والوقائع والمحن والهموم والغموم والبلايا والمصائب. إنه سيدنا يوسف عليه السلام. وهذه القصة العظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ومن قرأها بحق، من قرأها بصدق مع تدبر وتأمل وتبصر، فإنه ينتقل من الشقاء إلى السعادة، تزول أو يزول الهم والغم بقراءتها وتدبرها. وقبل أن نفصل في هذه القصة وأن نذكر الوقائع وما جرى لسيدنا يوسف في حياته مع أسرته الصغيرة والكبيرة، لا بد أن نشير إلى أمر مهم، إلى أمر القصة نفسها، قبل أن ندخل إلى حديقتها الغناء وما فيها من زهور جميلة ومن رياحين، من رياحين طيبة ومن مياه عذبة
لابد أن نقف عند أسرار ومقاصد القصة في القرآن من حيث خصائصها ومن حيث موضوعها. إذن قبل أن نتكلم عن سيدنا يوسف عليه السلام لابد أن نتأمل وأن نتعلم وأن نتذكر على وجه الاختصار حقيقة القصة أو حقيقة القصة في كتاب الله عز وجل. فأقول على وجه الاختصار وعلى وجه الإيجاز، القصة في القرآن العظيم تحقق ولا تبتعد عن المقصد العظيم الذي جاء به القرآن الكريم. كتاب الله تعالى جاء وبين مجموعة من المقاصد، من أجلها ومن أعظمها أنه عرفنا بمن أنزل القرآن. القرآن عرفنا بالله. أول ما فعل القرآن العظيم أنه دلنا على عظمته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب، إن القرآن يعرفك بقدره، وعندما تعلم هذه الحقيقة بعدها عرفك بحقيقة عظمى بالله تعالى، بالتوحيد، بأسمائه وصفاته. فبعد أن عرفت القرآن وعرفت قدره آنذاك وضعك في الطريق لتعرف الله سبحانه وتعالى. إذن من أجل مقاصد القرآن أن توحد الله وأن تعرفه بأسمائه وصفاته، وأن تعرف كذلك أحكام شريعته، وأن تعرف النظم السياسية التي يمكن للإنسان أن ينتظم بها في هذه الحياة الدنيا، وأن تتذكر الموعظة البليغة، وأن تتذكر كذلك الطرق والسبل التي جاء بها القرآن من أجل تزكية نفسك، إلى غير ذلك من المقاصد. فإذا القصة في القرآن لم تبتعد عن هذه الغايات وعن هذه المقاصد التي جاء بها كتاب الله تعالى. نعم تفرعت في أمور لكنها لم تبتعد عن الأصل الكلي لمقاصد القرآن العظيم. ولهذا إذا أردنا أن نختصر الكلام فإننا نختصره في أمور ثلاثة. أولا، من مقاصد القصة في كتاب الله عز وجل والتي لا تبتعد عن كتاب الله عز وجل إثبات الوحي لله عز وجل وإثبات الرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الغاية من القصص التي تقرأها في القرآن لا أن تقف عند السرد التاريخي وأن تشبع نهبك بمجموعة من المعلومات والمعارف، لا، الغاية من ذلك أن تتأمل أن القرآن كلام الله، وأن الله تعالى رب العالمين، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. إذن القصة جاءت من أجل أن تؤكد هذا المعنى. وتأمل في الأمثلة الكثيرة التي يضيق الوقت بذكرها عندما يذكر القرآن العظيم القصة يتعقبها بتعقيب مفيد يفيد هذا المعنى الذي نتحدث عنه. فمثلا عندما تكلم القرآن عن السيدة مريم عليها السلام وعن كفالة سيدنا زكريا يصح الوجه، عن كفالة سيدنا زكريا لمريم عليه السلام وعن ولادتها وعن سيدنا عيسى وعن معجزة ولادته، يعقب ذلك بقوله ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تأتيه هذه القصص إلا من نافذة الوحي. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذن هذه القصص لا علم لك بها يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنما جاءت من عند الله. ولهذا يقينا عندنا في اعتقادنا ولكل منصف درس التاريخ بإنصاف وكما يقولون بموضوعية يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى كاهن أو إلى أي عالم من علماء الديانات السماوية أو الأرضية. فإذا هذه الأخبار
عن الأمم السالفة السابقة وعن الأنبياء وعن المرسلين جاءت بدقة متناهية، ولم نجد من تعقب القرآن في ذلك بتخطئة أو بنقد أو بما سوى ذلك. فبين القرآن أن الغرض من ذلك أن نثبت أن القرآن كلام الله وأن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، الموعظة والعبر والدروس. القصص التي حكاها القرآن نأخذ منها العبر، نأخذ منها الموعظة في حياتنا وفي علاقتنا مع ربنا وفي عيشنا على الأرض. ولهذا قصها القرآن العظيم، وقد اتخذت عفوا مظهرين. الأمر الثاني اتخذ مظهرين. المظهر الأول بيان جبروت الله عز وجل، بيان سطوته وقدرته وعظمته وجلاله وكبريائه. إذا القصة تكشف لنا عن عظمة الله، تكشف لنا عن جلال الله، تكشف لنا عما فعل الله تعالى بمن استكبر وتكبر وتجبر. القصة تكشف لنا حال المتكبرين وما حاط بهم من صنوف وأنواع العذاب حينما تكبروا وتجبروا. القرآن العظيم لمن تدبره وقرأه يعلم أنه لا يظلم ولا يعاقب المذنبين، يدعو المذنبين إلى التوبة والإنابة، وإنما يعاقب المتجبرين الذين رفضوا منهج الله تعالى وتكبروا ورفضوا أمر الله عز وجل وزادوا استكبارا وعنادا. فلهذا عندما تذكر القصة أخبار هؤلاء من الأمم السالفة الماضية المتكبرة المتعنتة تشير وتقول لنا أن الأمر قد يتجدد وأن العذاب والهلاك قد يقع بمن سلك مسلكهم من التكبر والتجبر. فإذا هذا مظهر من مظاهر القصة في القرآن العظيم. المظهر الثاني، تشير القصة كذلك في القرآن العظيم أن جميع ما جاء به الأنبياء واحد لا يتغير. فدعوة الأنبياء والمرسلين من لدن سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم جاءوا برسالة واحدة بالتوحيد. جميعا دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. اختلفوا في الشرائع وهذا يرجع إلى الزمان والمكان وإلى مقاصد أخرى تذكر في بابها، لكن جميعا جاءوا بأمر واحد بعبادة الله تعالى. ومن ثم فإن القرآن لما تكلم عن بعض الأمم وتكلم كذلك عن سيدنا عيسى يذكر هذه الحقائق. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، في سورة القمر، والوقت لا يسمح بذكر هذه النماذج. يذكر لنا المظهر الأول، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن في هذه القصة يبين أن الأنبياء جميعا عباد لله سبحانه وتعالى دعوا إلى التوحيد. هذا مظهر ثاني. الأمر الثالث، تدبروا معي وتابعوا معي هذه المقاصد التي أعصرها عصرا من كلام علمائنا. الأمر الثالث الذي يتعلق بمقاصد القصة في القرآن العظيم وهي لا تبتعد عن مقاصده العامة، تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته وحثه على الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فإذا جاءت القصة لتثبت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتثبت قلب كل مؤمن ومؤمنة صار على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتبليغ. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل، نقف هنا عند وقف الهبط، ولا تستعجل لهم. وله توجيه في هذا المقام لا يسمح بالبيان وبالإرشاد. طيب، إذا لابد من الصبر، أن تصبر بالله وأن تصبر لله وأن تصبر مع الله سبحانه وتعالى. عباد الله،
منهج القصة في القرآن العظيم منهج فريد وعجيب. وإذا أردنا أن نلخص الكلام فإننا نلخصه في مظاهر. القصة في القرآن العظيم لا تشبه أي أسلوب من الأساليب المعلومة المعهودة للقصة. فالقرآن العظيم أو القصة في القرآن العظيم لا تتخذ الشكل الفني حدا في ذاتها أو معتمدا في إبراز الرسائل التي تريد، لا، وإنما تتخذ من هذا الجمال الفني من البيان ومن الإعجاز وسيلة من أجل إبلاغ المقاصد التي جاء بها القرآن العظيم. إذن القصة ليس عملا فنيا كما يذكر الأدباء والعلماء في المجال الأدبي من السرد ومن معرفة العقدة، لا يقصد لذاته. إذا جاء السحر البياني في القرآن العظيم فهو وسيلة من أجل أن تعرف حقيقة وجودك، حقيقة سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، من أجل أن تعرف حقيقة من خلق هذا الكون، ومن أجل أن تعرف الله، ومن أجل أن تعرف أنك راحل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا وقف الإنسان عند هذا البيان لابد أن يسحر وأن يقع أسيرا لكتاب الله عز وجل، وبعدها لابد أن يؤمن بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقيم. قل آمنت بالله التصور، ثم استقيم التصديق، وهذا ما يقرره علماء الاجتماع وعلماء النفس. فالتصور قبل التصديق، إذا لا بد من التصور ثم لا بد من الفكرة بعدها لتستقيم على ما تعتقد. فإذا حياتك وسلوكك ينبغي أن تكون مطابقا لاعتقادك ولفكرك. طيب، من مظاهر هذا المعنى الذي نكرره والذي نريد أن نوصله التكرار. في اللغة العربية نقول التكرار بالفتح لا بالجر، لحن، التكرار لحن خطأ. إذن التكرار الذي نجده في القرآن العظيم، هذا التكرار ليس كغيره مما نعرفه نحن. الشيء المكرور مهجور، الإنسان إذا كرر الكلام يعني تمل من سماعه. لكن القرآن العظيم قص علينا القصص وكررها ولم نمل من سماعها. السر في ذلك أنه ينوع الأساليب، فعندما يكرر القصة إما أن يضيف معنى من المعاني وإما أن يحذف معنى من المعاني الذي يليق بالسياق واللحاق والسباق. فأحيانا يفصل وأحيانا يختصر تبعا للمقاصد التي يريد أن يبينها، والأمثلة في هذا الباب كثيرة. فإذا التكرار فيه أسرار وفيه أحكام. تكلم مثلا عن قصة سيدنا موسى، عن قصة سيدنا عيسى، تكلم كذلك عن فرعون، تكلم عن خلق آدم، عن الحوار الذي جرى بين الحضرة الإلهية وبين إبليس اللعين. تكررت هذه القصص في سورة البقرة، في آل عمران، تكررت كذلك في سورة الشعراء، في سورة هود، في سورة الأعراف، لكنك لا تمل من قراءتها إذا كنت فعلا تتلقى عن الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن القرآن العظيم لا يفصل تفصيلا، لا يسرد كما يسرد الأدباء والقصاصون قصصهم، وهذا المظهر الثاني، يذكر الأهم والغاية والمقصد من القصة. ولهذا لما تكلم مثلا عن أهل الكهف تكلم عن قصتهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية آمنوا بالله تبارك وتعالى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، إلى آخر الآيات. إذن القرآن العظيم يتحدث عن فتية فروا بدينهم، فروا بإيمانهم من جبروت قومهم الذين طغوا وكفروا وتجبروا وآذوا المؤمنين والمؤمنات. فبين أن الله تعالى أيده وربط على قلوبهم ورزقهم الإيمان واليقين.
هذا هو المقصود من القصة إلى مقاصد أخرى تذكر في بابها. لكنه لم يذكر العدد، لم يذكر من هؤلاء، لم يذكر أسماءهم، لم يذكر مكانهم. ولو جرى القرآن هذا المجرى لذهبت الغاية من القصة، فلهذا لم يفصل هنا تفصيلا، وإنما ذكر الغاية والمقصود من القصة، أن تعرف الله وأن توحد الله وأن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين. ولهذا سنرى في قصة يوسف، سنرى فيها العجب العجاب. فقصة سيدنا يوسف فيها ما فيها من هذه المعاني التي نتحدث عنها، كذلك المائدة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى والتي سميت بها السورة المعروفة، سميت بسورة المائدة، وقعت في عهد سيدنا عيسى عليه السلام. طلبوا أن ينزل الله سبحانه وتعالى لهم مائدة فأنزلها الله. لم يتحدث القرآن عما في المائدة، ولهذا من العبث من يبحث هل كان فيها الدجاج أم الحوت، هذا عبث. لا، القرآن لم يذكر هذه التفاصيل، لا حاجة لنا بها، وإنما يذكر معجزة الله سبحانه وتعالى، ويذكر أن هؤلاء إذا لم يستسلموا لله عز وجل فإن الله تعالى سيعاقبهم لتمردهم ولتكبرهم. وهكذا الأمثلة في هذا الباب كثيرة، كذلك ما يتعلق بسيدنا من؟ بسيدنا آدم عليه السلام. ذكر القرآن العظيم قصته مع الشيطان وقصته في الجنة، ولما أهبط لم يذكر القرآن العظيم مكان هبوطه، أين كان، في أي قارة من القارات، في أي بلد من البلدان، لم يذكر هذا. كيف عاش سيدنا آدم، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، لم يذكر هذا، لأنه ليس من مقاصد القصة في القرآن العظيم، وإنما ذكر لنا المقصد العظيم من التوحيد ومن معرفة العدو. فإذا إلى كل مبتلى وإلى كل من ابتلاه الله تعالى بالهموم والغموم والمحن والمشاكل والمصائب، أهدي لك قصة سيدنا يوسف عليه السلام، عسى أن تكون جلاء لك ونورا لك وعزاء لك مما ابتليت به من المحن والبلايا والمصائب. إلى كل شاب مؤمن وإلى كل شابة مؤمنة، هذه قصة سيدنا يوسف عليه السلام تعلمنا الطهارة وتعلمنا الإيمان واليقين. إلى كل مظلوم ومهضوم للحقوق، هذه قصة سيدنا يوسف عليه السلام تعلمنا أن الله تعالى مع المؤمنين، مع الصابرين، مع الموقنين، مع المتقين، كذلك مع من أسلم لله عز وجل، وأن نصر الله تعالى قريب جدا، وأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إلى كذلك من تحمل المسؤولية، قصة سيدنا مضاف إليه سيدنا يوسف عليه السلام تعلمنا كيف نقوم بالمسؤولية، كيف ينبغي أن نؤدي المسؤولية التي أحيطت بأعماقنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. المقصود بالساعة هنا لا القيامة، المقصود انتظر نهاية وفشل ذلك العمل. قصة سيدنا يوسف عليه السلام تعلمنا كيف نقوم بالمهمة، وأنها تكليف وليست بتشريف. إذن بإذن الله تعالى سنعيش أجواء سيدنا يوسف بهذه المقاصد التي ذكرتها مدخلا للوقائع التي سنتدارسها جميعا، والله تعالى يقول الحق ويهدي السبيل، والحمد لله رب العالمين. مع سيدنا يوسف عليه السلام، وقد قدمت لهذه القصة العظيمة الجليلة بمقدمة أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون مفيدة، حيث تكلمت عن القصة في القرآن العظيم من حيث
موضوعها وخصائصها. وتكلمت كذلك عن منهج القصة في كتاب الله عز وجل، فالقصة لا تبتعد عن مقاصد القرآن من تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إعطاء النموذج في الاقتداء. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، كما بينا الغاية من القصة في القرآن العظيم. وقلت بأن منهج القصة في كتاب الله عز وجل منهج فريد ومنهج علمي وتربوي لا بد أن نقف عنده. وقد لخص ذلك أو لخص علماؤنا جزاهم الله خيرا، لخصوا ذلك في مظاهر. أولا، المظهر الأول التكرار، وهذا سبق بيانه. القرآن العظيم أحيانا يفصل وأحيانا يختصر، وهذا مبني على حكم وعلى غايات وعلى مقاصد لا بد أن نتأملها. وهذا التكرار لا يمل الإنسان منه، وهذه خاصية من خصائص القرآن. ثانيا، من هذه المظاهر التي سبق بيانها وذكرها أن القرآن العظيم يذكر الأهم والغاية من القصة. ووقفنا عند المظهر الثالث، والقصة التي يذكرها القرآن العظيم تبين لنا كذلك أن الأنبياء جميعا والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بعقيدة واحدة من لدن سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا ذلك في الأسبوع الماضي، ومثلت له بقول الله عز وجل: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يبتغون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. المظهر الثالث من مناهج القصة في القرآن العظيم إقحام المواعظ والعبر والعظات في ثناء القصة. فالقرآن العظيم لا يسرد القصة سردا، لا يذكرك بأحداثها ووقائعها دون أن يرشدك إلى الغاية التي من أجلها ذكرت هذه القصة. فالقرآن العظيم لا نجد فيه مثلا فصولا في العقيدة، فصولا في الفقه، فصولا في العبادات، فصولا في المعاملات، فصولا في الجنة، فصولا في النار وما يتعلق بهما، لا نجد ذلك في القرآن العظيم. ويعتقد بعض منتقد الكتاب أنها ثلمة شقة ونافذة يمكن أن يدخل من خلالها كي يطعن في القرآن العظيم في مصدره وفي ربانيته وفي التشكيك فيه، مع أنه لون عظيم ممن فرد به كتاب الله عز وجل. فإذا المباحث التي يتكلم عنها العلماء في كتبهم ومصنفاتهم، وقد قسمت من أجل التعليم ومن أجل البيان والتسهيل، من عبادات وتشريع ومعاملات وكذلك يعني معاملات يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ومن اعتقادات، القرآن العظيم يجعلها في قالب يذكرك بحقيقتك، وهي أنك عبد لله عز وجل. فإذا لما تكلم مثلا في سورة النساء، لما تكلم البيان الإلهي عن أنصبة المواريث يختمها بقوله: تلك حدود الله، بمعنى لا بد من سياج يحفظ الشريعة فيحرك فيك باعث الإيمان وباعث التقوى وباعث المراقبة وباعث الخشية التي ينبغي أن تستحضرها وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى. فإذا القصة
إنما ترشدك إلى أمر عظيم، وهي أننا عباد لله عز وجل بالفكرة والاختيار، كما خلقنا الله سبحانه وتعالى عبيدا له بالجبر والاضطرار. ثم يرشدنا كذلك إلى حياة أخرى، إلى الآخرة، إلى حياة هي أفضل من هذه الحياة التي نعيشها، وللآخرة خير وأبقى. نعم، هذه هي مقاصد ومنهج القصة في القرآن العظيم. ومن ثم لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون اللعين، الله تبارك وتعالى أبرز لنا هذه الحقائق التي نذنن حولها. قال: فمن ربكما يا موسى؟ فرعون يتساءل، يسأل سيدنا موسى. إذن القرآن العظيم يحكي لنا قصة عظيمة في قالب حوار. قال ربنا الذي خلق، قال: فما ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقد بينا في الدروس المسائية في تفسيرنا لقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. بينا النقطة في هذه القضية، في قضية التقدير وفي قضية الهداية. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. لاحظوا كيف سيتحول البيان الإلهي إلى خطاب آخر، حيث يبين الله عز وجل فضله وإنعامه الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل لكم من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لاحظوا كيف تحول البيان الإلهي من الخطاب من سيدنا موسى إلى فرعون إلى خطاب الله عز وجل إلى الناس جميعا، حيث ذكرهم بهذه النعم، بأن جعل لهم الأرض مهادا وأنزل لهم من السماء وفعل وفعل سبحانه وتعالى. ثم تحولت الآية من سرد القصة إلى إبراز ألوهية الله عز وجل، ومن سرد القصة كذلك إلى إبراز عظمته وكبريائه وجبروته وسطوته سبحانه وتعالى، وإلى بيان قدرته وعلمه وحكمته. إذن هذا أمر مهم ينبغي أن نستحضره ونحن نقرأ القصة في القرآن العظيم. المظهر الثالث من منهج القصة في كتاب الله عز وجل العرض التصويري، وما يسمى عند المعاصرين بالتصوير الفني. نعم، البعض له يعني تحفظ في هذا المصطلح لا يضر، الذي يهمنا هو المعنى، بمعنى أن القرآن العظيم عندما يذكر لك قصة من هذه القصص، عندما يذكر لك قصة الأنبياء أو قصة أمة من الأمم الغابرة الماضية، فإنه لا يخبرك بها إخبارا، وإنما يمرها إليك بحركة حية مجسمة، فيحول اللفظ من مدلوله من مجرد اللفظ أو من مجرد المعنى المجرد إلى من دائرة اللفظ المجرد إلى دائرة الصورة الحية المتحركة، ومن الصورة الصامتة الهادئة إلى الصورة الحية المتحركة. بالنسبة للإخوة، هناك قاعة تنتظركم، هناك القاعة في يعني خارج المسجد، يعني مفتوحة، هي مفتوحة ولله الحمد، المسجد مملوء، عليكم إن شاء الله أن تتحولوا إلى القاعة، تقبل الله منا جميعا. إذن يحولك القرآن هذا التحويل العظيم مستخدما في ذلك أنواعا من الفصاحة ومن البيان كالمجاز والاستعارة والكناية والتشبيه بأنواعه. والتصوير الفني هذا موضوع طويل الديون، نحتاج إلى أن نقف عنده مع الأسلوب القرآني بإذن الله تبارك وتعالى. المظهر الخامس
وهو التنوع في الاستهلال. التنوع في بداية القصة. القرآن العظيم عندما يبدأ القصة يبدأها بشيء عظيم وجليل ومثير، يبدأها بشيء يأخذ الألباب، يأسر القلوب، فيجعلك تنتبه ويجعلك تتبع القصة وتبحث عن حوادثها وعن أحداثها وعن ملاحقاتها. وهذا ما يفعله القرآن، حتى إذا أثار وأثار السامع بعد ذلك يذكر توابعها ويذكر أحداثها. مثلا في القصة نفسها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن سيدنا موسى مع فرعون في سورة طه، سيتكلم عن هذه القصة، سيفصل فيها بأي شيء بدأ القرآن، بشيء مثير. وهل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث موسى، بمعنى أنك تسترعي وتلقي السمع ماذا وقع لسيدنا موسى إذ رأى، بتوقيع الراء كما في ورش إمالة هنا، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. إذا هكذا يبدأ بشيء غريب يجعلك تتشوق إلى متابعتها وملاحقتها ومعرفة نتائجها. عباد الله، لو أردنا أن نذكر مناهج ومظاهر القصة في القرآن لأطلنا في هذا فحسب ما ذكرت من هذه الإشارات ومن هذه المظاهر. فأقول ونرجع إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام. هذه القصة العظيمة الجليلة التي ذكرت لنا أنواعا من الخصائص البشرية والإنسانية ومن العواطف المختلفة، من أحلام الشباب ومن نظام الأسرة ومن علاقة الأخ بإخوانه ومن طبيعة النساء ومن مكر النساء ومن طبيعة الملوك والأمراء داخل قصورهم وداخل حياتهم وكيف يتعاملون. وكذلك ذكر لنا أنواعا من الأمور التي نجد فيها المواعظ والفوائد ونجد فيها الحل لكثير من مشاكلنا في علاقتنا مع ربنا وفي سلوكنا وفي حياتنا في أي مجتمع من المجتمعات. فلهذا القصة نقف عند الغاية منها، عند مقاصدها وأهدافها وفوائدها وعظاتها وعبرها. وهذا نجده في قصة سيدنا يوسف، لأن الله سبحانه وتعالى أحكم هذه القصة إحكاما فذكرها في هذه السورة التي سميت بسورة يوسف عليه السلام. فإذا القصة ترجع إلى شخصيتين، وفي الأخير ترجع إلى شخص واحد، إلى سيدنا يوسف، ترجع إلى شخص الملك وإلى شخص نبي عليه السلام، إلى سيدنا يوسف عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإذا القصة تذكر لنا نوعين من الحضارتين، من الحضارة الفرعونية ومن الحضارة العبرية. قصة يوسف تجمع لنا ما بين المبكى والمنكى، تجمع لنا بين المبشرات والمنغصات والمدهشات، تجمع لنا بين الحب وبين العفة، بين العشق وبين العفة والإيمان، بين الملك والملك والاسترقاق، بين الفراق وبين اللقاء، تجمع لنا بين الصبر وبين الفرج، تجمع لنا كذلك بين الفوائد الدينية والدنيوية، تجمع لنا بين نظم الحكم والعدل والصفح والعلم، إلى غير ذلك من الأحكام والعبر التي سنقف عندها بحول الله عز وجل. فإذا هذه الفوائد بدأها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم قال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص
بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. والآية بدأت بالبسملة، والغاية من التذكير بالبسملة لأن البسملة هي الإذن، عندما تقول بسم الله أي بإذن من الله، تريد أن تدخل إلى المسجد فتقول بسم الله أي بإذن من الله أدخل، تريد أن تخرج من بيتك تقول بسم الله أي بإذن من الله، تطلب الإذن من خالقك لتخرج فتقول بسم الله، عندما تريد أن تنام باسمك اللهم وضعت جنبي. إذا بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف متأخر مناسب للمقام، تطلب الإذن. فإذا المعنى الذي نأخذه من البسملة في سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم بألف لام راء أي بإذن أذكر هذه القصة. فالله تعالى يتكلم مع نبيه، يتكلم مع من؟ مع حبيبه صلى الله عليه وسلم، بإذن أذكر لهم هذه القصة فهي مني وليست منك، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فإذا هي وحي من الله ولم تكن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه تأكيد للمعنى الذي ذكرنا أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فبرحمتي بهم أنزل عليهم هذه السورة حتى يعلموا ما فيها، وهذا نأخذه من الرحمن الرحيم، حتى يعلموا ما فيها من الفوائد، وحتى تعلم وإن كنت من قبل لمن الغافلين عن هذه القصة وعن تفاصيلها. فإذا سيدنا يوسف باختصار، وسنرجع إلى الأحداث واحدة واحدة، سيدنا يوسف عليه السلام يبتلى ويختبر، وأول ما وقع وأول ما ذكر القرآن أنه رأى الشمس والقمر والنجوم تسجد له، وهذه بشارة عظيمة سنرجع إليها بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك يمكر به إخوته، الحقد والحسد اشتعل في قلوبهم فأرادوا به كيدا، أرادوا هلاكه فألقوه في غيابات الجب، نعم من أجل قتله ونهايته. ثم بعد ذلك شروه السيارة، شروه بثمن بخس بدراهم معدودة، وبيع للعزيز، بيع عبدا، فهذا ابتلاء آخر للعزيز. ثم بعد ذلك تتعلق به زوجته وتراوده عن نفسه فيعتصم ويريها من الإيمان ومن التقوى ما يجعلها تقع في الذل وتقع في المهان فترميه في السجن. فيختار سيدنا يوسف عليه السلام تقوى الله سبحانه وتعالى على المعصية، ويريها من العصمة ومن الإيمان ومن التقوى، يعطيها درسا عظيما. ثم بعد ذلك يمكن الله عز وجل له في الأرض، فهذا ما حكاه القرآن باختصار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرشدنا إلى الصواب، والله يقول الحق وإليه السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجنته وبمستقر رحمته وتوعد العصاة بنقمته وزوال نعمته، واشهد أن لا إله إلا الله سيد المطاع على عباده الحجة بلا نزاع، واشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما قلت لكم سيدنا يوسف هذا النبي العظيم الذي كان من أجمل الناس صورة ومن أكملهم بنية، أعطاه الله تعالى نصف الحسن كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يتعرض لامتحان عظيم، تراوده امرأة العزيز عن نفسه وقد امتلأ قلبها بالعشق وبالاتجاه نحوه، لكنه اعتصم بالله سبحانه وتعالى، ابتلي كذلك بكيد النساء، وهذا عجيب وغريب، لكن النفس البشرية توصل الإنسان إلى المهالك وتسيطر عليه إذا غابت التقوى وغابت مراقبة الله سبحانه وتعالى. النساء من أمثالها وفي مجتمعها وفي القصر الذي تعيشه هن المطلوبات للطالبات، فإذا تطلب
سيدنا يوسف أن يباشرها وأن يجامعها حتى تشفي من غليلها، لكنه يعتصم بالله عز وجل وينجيه الله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة ويوثر السجن كما قلنا على أن يعيش ذليلا مهينا، نعم خائنا لسيده. أنتم تعلمون أنه بيع كما سيأتي بإذن الله تعالى للعزيز، فإذا هي سيدته وهو عبدها قبل أن يحرره الله سبحانه وتعالى وأن يشرفه بأن مكن له في الأرض وأن يجعله ملكا على مصر وأن ينجي مصر من الهلاك الذي كان سيحيط به. كل ذلك بسبب تقواه وبسبب اعتصامه بالله سبحانه وتعالى. فبعد أن آثر الآخرة على الدنيا مكنه الله عز وجل في الأرض، والعاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين. هذه التفاصيل وهذه الوقائع سنقف عندها بإذن الله تبارك وتعالى إن بارك الله عز وجل في العمر واحدة واحدة، وسنذكر ما فتح الله عز وجل به من الفوائد ومن العظات التي يمكن أن نستخلصها من هذه الوقائع في حياتنا وفي واقعنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات. أما بعد، قصة سيدنا يوسف عليه السلام قصة مذكورة في القرآن العظيم في سورة شاملة جامعة كاملة من بدايتها إلى نهايتها، قصة لم تذكر في سورة غيرها على غير طريقة القرآن وسنته، حيث يذكر لنا قصص الأنبياء والمرسلين. اجلس مكانك حيثما انتهى بك المجلس أخي الكريم، اجلس اجلس مفخر، اجلس لا تتخطوا الرقاب. طيب، هذه السورة أو هذه القصة جاءت في سورة ولم تأتي في غيرها من السور على غير طريقة القرآن وسنته كما قلنا، حيث ذكر قصص الأنبياء والمرسلين، ذكرها مكررة في عدد من السور، وهو أسلوب فريد ومنهج من مناهج القصة في القرآن العظيم كما بينت ذلك سابقا. إذن سورة يوسف ذكرت لنا قصته، بل السورة ذكرت فقط قصة سيدنا يوسف عليه السلام من بدايتها إلى نهايتها. ولو أردنا أن نلخص مقاصد السورة وأن نلخص محاورها فإننا نلخص ذلك في الآتي: أولاً، في مقدمة تتكلم عن وصف القرآن العظيم، وذلك في قوله تعالى: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذا المحور الأول يتحدث عن وصف القرآن، عن إنزاله، عن مكانته. المحور الثاني يتمثل في المرحلة الأولى من قصة سيدنا يوسف عليه السلام، والتي تتمثل في المحن وفي الابتلاءات من حياته عليه السلام. والمحور الثالث في المرحلة الثانية المنح والتمكين الذي أكرمه الله عز وجل به بعد المحن. فالمحن تأتي بعد المنح، أو المنح تأتي بعد المحن، ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم
لا تعلمون. المحور الرابع يتمثل في الغاية والمقصد من القصة. لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن هذه المحاور التي جاءت في سورة سيدنا يوسف، نرجع إلى قصته وإلى بدايتها. وقبل أن نتكلم عن التفاصيل، وكما عودتكم لا بد أن ننظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها. فالإخوة الذين يحضرون في مجالس التفسير نتدارس الصور ونتدارس القرآن من حيث السياق ومن حيث السباق ومن حيث اللحاق. ما علاقة ما قبلها وما بعدها؟ لن نطيل هنا كثيرا، لأننا الآن نتحدث عن سيدنا يوسف لا عن الصورة، ولكن لا بد من الإشارة. تقدمت سورة سيدنا يوسف، تقدمت سورة هود. سورة هود تتحدث عن البلاء وعن المحن وعن الاختبارات التي تعرض لها الأنبياء والمرسلون. ومن هنا جاءت سورة يوسف لتتحدث كذلك عن محنة وعن المحن التي تعرض لها نبي من الأنبياء من أجل تسلية قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل تثبيت قلبه على التوحيد وعلى الإيمان، وأن يمضي في طريق التوجيه وفي طريق الإرشاد وفي طريق التبليغ. ولهذا ختمت سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تختم هذه الآية أو هذه السورة بهذه الآية، لتبدأ سورة يوسف بمحنة جديدة لنبي من الأنبياء. فإذا هي حلقة متواصلة، تثبيت لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقلب المؤمنين والدعاة إلى الله تعالى في كل زمان وفي كل مكان. سورة هود تتحدث عن البلايا وعن المحن التي تعرض لها الأنبياء كما قلنا، من الأقارب ومن الأباعد. وسيدنا يوسف يتعرض للبلاء من الأقارب قبل الأباعد، وفي هذا أيضا تثبيت لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تعرض للبلاء من القريب ومن البعيد. إذا نظرنا إلى سورة يوسف عليه السلام في بدايتها، ودائما ننظر إلى المطلع والمقطع، إلى البداية والنهاية، ونربط ذلك بنظم القرآن وبنظم السورة. وقد ألف في هذا العلماء التآليف والتصانيف. إذا سورة يوسف تبدأ ألف لام راء، ثلاث سكتات وقفها أبو جعفر بدون تنفس، ونقرأ في العشرة: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. إذن السورة تتحدث أولا عن وصف القرآن، عن مكانة القرآن، عن دور القرآن، عن مقاصد القرآن. جاء من أجل التبيين، جاء من أجل الإرشاد، جاء من أجل سعادتنا وهدايتنا إلى طريق ربنا. وتختم الآية أو تختم السورة بنفس المعنى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. نعم، يتحدث عن القرآن. كذلك السورة جاءت لتبين قصة عظيمة من أطول القصص في القرآن، تبين قصة سيدنا يوسف عليه السلام. نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص. إذن الأمر يتعلق بقصة نبي من الأنبياء، ثم تختم السورة بالغاية من هذه القصة: لقد كان لكم في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب. عبرة نعم، ولم يقل عبرة،
فقد جمع أمور سيدنا يوسف في أمر واحد، وهذه سنة القرآن، وهذا أسلوب القرآن، قد يذكر ويكتفي بالواحد عن الجميع. طيب، سيدنا يوسف شخصية دارت حولها أحداث، وحدث دارت حوله شخصيات، قصة عجيبة ومليئة بالأحداث، وتبدأ بواقعة لهذا الصبي الصغير. يأتي القرآن العظيم بعد المقدمة التي بيّنت وأظهرت لنا مقاصد القرآن لتكشف لنا عن المشهد الأول، وكأننا نرى الطفل الصغير وقد جاء إلى أبيه يسأله ويقول له مخبرا عن رؤية رآها. وبدأ ذلك القرآن العظيم، بدأ القصة بهذه الرؤيا. هناك الرؤيا بالألف والرؤية بالتاء المربوطة. الرؤيا بالألف ما يراه الإنسان في منامه كما سيأتي بإذن الله تعالى، والرؤية بالتاء ما نراه في حياتنا في واقعنا بالبصر. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذن سيدنا يوسف وهو الطفل الصغير أو الغلام الصغير يرى رؤيا ويقصها على أبيه، وليست برؤيا أو من الرؤى التي يراها الصبيان والغلمان، يرى رؤيا عجيبة، يرى الكواكب أو النجوم 11 كوكبا ويرى الشمس والقمر ساجدين له. إني رأيت، أو قال ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. ولهذا في الحديث الكريم ابن الكريم بن الكريم ابن الكريم. يوسف عليه السلام ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، شرف وأي شرف. إذن هذه الرؤيا يقصها نبي على نبي. رأيت 11 كوكبا، رأى معجزة عظيمة، وسيتضح ذلك بإذن الله تعالى عند نهاية القصة. رأى الشمس والقمر والكواكب ساجدة له. أول معجزة رآها أنه رأى هذه المخلوقات وهذه المكونات ساجدة له، بمعنى أنه رآها وعقل وفهم وعلم عددها، ثم رآها ساجدة له. لاحظوا ماذا قال: والشمس والقمر رأيتهم، قال ساجدين؟ لا، رأيتهم لي ساجدين. لم يذكر السجود على الإطلاق. لو قال رأيتهم ساجدين لربما قال القائل رأى ظاهرة فلكية، رأى آية ربانية، رأى الكواكب والشمس والقمر ساجدة. نعم، قد يرى الإنسان ذلك، وما من شيء في هذا الكون إلا وهو ساجد وخاضع لله سبحانه وتعالى. يا أبتي، يا أبت في قراءة، وفي اللغة العربية نقول يا أبي، يا أبت، يا أبتي، يا أبتا، قراءة ابن عامر وقراءة أبي جعفر، ونقرأ يا أبتي. إذن رأى الشمس والقمر وقد اجتمع، وهذه معجزة أخرى، فالشمس لا تدرك القمر والقمر لا يدرك الشمس، وهذه الكائنات في فلك تسبح لله سبحانه وتعالى. فرآها مجتمعة ساجدة له، وهذه معجزة أخرى أدركها سيدنا يعقوب، ولهذا لم يعبر له الرؤيا.
رأيتهم لي ساجدين، جمع مذكر سالم، لم يقل ساجدات، وكان مقتضى اللفظ أن يقول ساجدات، فالجمع المذكر السالم إنما يقول للعقلاء قد أفلح المؤمنون، جمع مذكر سالم للعقلاء. فلماذا قال رأيتهم لي ساجدين ولم يقل ساجدات؟ قال أنزل الكواكب منزلة العقلاء، لأن الأمر سيتعلق بإخوته وبأبيه أو بأمه أو بخالته على رأي بعض المفسرين، كما سنرى بعون الله تعالى في نهاية القصة. إذن هذه الرؤية تتعلق بالعقلاء، بالأبوين وبإخوته، فلهذا أنزل الكواكب منزلة العقلاء، رأيتهم لي ساجدين. يا بني، يا بني، يا بني، قراءة الحفص، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. النار تشتعل في قلوبهم من جهة أخيهم غير الشقيق. نعم، السؤال الآن، هذا السجود الذي تم لسيدنا يوسف عليه السلام، هل تم بأمر الله عز وجل أم تم من أمر أنفسهم؟ سجود الكواكب لسيدنا يوسف هل جاء من أنفسهم، من ذواتهم، أم أن الأمر يتعلق بالله عز وجل؟ ألخص الأمر بعد خلاف بين علمائنا في مثل هذه القضايا، أقول أن الأمر جاء من عند الله عز وجل. السجود إنما هو أمر الله سبحانه وتعالى، فكما سجدت الكواكب والشمس والقمر لسيدنا يوسف عليه السلام، سجدت الملائكة لسيدنا آدم عليه السلام، وهذا سجود تكريم وتشريف، وسجود طاعة وعبادة لله، وبهذا نزيل الإشكال. اختلف العلماء هل هو سجود تحية، سجود سلام؟ لا، هو سجود على حقيقته، لكن إذا اختلفت الجهة فلا إشكال. الأمر إذا تعلق بالكائنات فإنها تطيع أمر الله، الله تعالى الذي أمرها أن تسجد، فإنما سجدت، حينما سجدت إنما أطاعت أمر الله. وعندما سجدت للملائكة وسجدت الكواكب لسيدنا يوسف فهو سجود تشريف وسجود تكريم، كما نفعل نحن في الحج، حجر تقبله وحجر ترجمه. أنت لا تعبد الحجر وتطوف حول الحجر، أنت تعبد الله تعالى الذي خلق الحجر، وإنما تطيع أمر الله عز وجل فيه، فالله تعالى هو الذي أمرك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك المناسك، فعندما تطوف حول الحجر، وحينما تقبل الحجر، وحينما ترجم الحجر، إنما تطيع أمر الله عز وجل. وعندما يعبد الجاهلي الحجر كما وقع في الجاهلية الأولى، فإنما يعبده لذاته، وهنا تنحل العقدة. فإذا الشمس والقمر والكواكب سجدت لسيدنا يوسف بعد أن عقلت وفهمت عن الله سبحانه وتعالى، أمرها بذلك. وهذا له نظائر، إذا الشمس، يعني في القرآن العظيم، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وأذنت فهمت وسمعت وأطاعت ربها، بعد أن عقلت عن ربها فهمت وأطاعت ولبت الخطاب لأنه جاء من عند الله سبحانه وتعالى، ثم انشقت بعد ذلك. فإذا الكواكب والعوالم التي كونها الله سبحانه وتعالى خاضعة له، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يقول الله سبحانه وتعالى، يبين بعد ذلك ويبين أمره إلى السماء وإلى الأرض، قالت أتينا طائعين، يعني يجيبان عن أمر الله عز وجل، قالت أتينا طائعين، فهما عن الله. ولهذا سيدنا داود عليه السلام
من الأنبياء الذين خصهم الله تعالى بفهم لغة الكائنات، فقد سخر الله عز وجل له الجبال والطير تسبح معه، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. كان الطير إذا سمع سيدنا داود يسبحه معه، وسيدنا داود يفقه ويفهم لغة التسبيح. الجبال تسبح مع سيدنا داود ومع غيره، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أما الله تعالى فقد خصه بمعرفة وبفهم لغة تسبيحهم، فلهذا الشمس والقمر والكواكب فهمت عن الله وامتثلت إلى أمر الله سبحانه وتعالى وسجدت لسيدنا يوسف. الغريب في القصة وفي الرؤيا أن سيدنا يعقوب لم يذكر تأويلها، كما أن سيدنا يوسف عليه السلام لم يعبر الرؤيا التي رآها بنفسه، وجاءت رؤى أخرى في القصة وفي صورة نفسها. هناك رؤيا الفتيين، رؤيا الملك، وقد أخذت مساحة عظيمة من القصة ومن أحداثها، ولا تأثير في الصورة، لكن القصة المتعلقة بسيدنا يوسف سيأتي تعبيرها وتأويلها في نهاية القصة. أما سيدنا يوسف فقد عبر الرؤى التي رآها غيره كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. سيدنا يعقوب أدرك بما أعطاه الله تعالى من الحكمة والنبوة أن هذه الرؤيا، أو أن وراء وحول هذه الرؤيا شأنا عظيما لهذا الغلام وهذا الصبي الصغير، فلهذا نهاه أن يقص رؤيته على إخوته. لماذا؟ لأن الإخوة اشتعلت قلوبهم بالحسد والبغض من جهة أخيهم من غير الأم، وكادوا له كيدا كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. ثم علم سيدنا يعقوب عليه السلام أن بركات سيدنا إبراهيم وأن بركات جده لا بد أن تنال، وكذلك يجتبيك ربك أن يصطفيك سبحانه وتعالى، لا بد أن تصيبك البركة من جهة الجد ومن جهة الأب، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. هذه القصة إذن تبدأ بهذه الرؤيا العجيبة، ولا بد أن نقف عندها حتى نعلم ما فيها من العظات ومن العبر. وقد تاه الناس في قضية الرؤيا وفي قضية الأحلام، لهذا سنفصل ذلك إن شاء الله تعالى في جمعة مقبلة، والله يقول الحق وإليه السبيل، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، وقفنا بحمد الله عز وجل وتوفيقه عند المشهد الأول من القصة، من قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وقد سمعنا الصبي الصغير، سمعنا النبي الكريم سيدنا يوسف عليه السلام وهو يقص رؤياه على أبيه يعقوب بن إسحاق عليهما السلام، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بعد ذلك يقول سيدنا يعقوب: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. سيدنا يعقوب عليه السلام علم من الرؤيا، إما من خلال الوحي، من خلال تعليم الله عز وجل له عن طريق الوحي والإخبار،
وإما من طريق تفسيره للرؤيا التي رآها سيدنا يوسف عليه السلام، فنهاه أن يخبر إخوته، لأنه يعلم أن الحسد قد اشتعل في قلوبهم، وأنهم سيكيدون له الشر وما يضره. فلهذا قال: يا بني، في قراءة: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. يا بني تصغير، لأنه صغير، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نهاه أن يقص هذه الرؤيا، لأنه علم كما قلنا أن سيدنا يوسف سيكون له شأن عظيم عند الله، فقد نشأ وترعرع في بيت النبوة، ولا بد أن تحل بركات سيدنا إبراهيم، بركات جده عليه، ولا بد أن يصله سبحانه وتعالى بالنعيم الدنيا الذي يصله بنعيم الآخرة. إذن لا تقصص تلك الرؤيا، فقد نشأت في بيت مبارك. علم سيدنا يعقوب بأن النبوة ستستمر في ذريته، إما عن طريق الوحي وإما عن طريق الرؤيا التي رآها سيدنا يوسف عليه السلام. وقد فرقنا فيما مضى بين الرؤيا وبين الرؤية. بالألف نقصد بها ما يراها أو ما يراه النائم في المنام، والرؤية بالتاء المربوطة ما نراه في واقعنا وفي يقظتنا. طيب، يا بني يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك، لم يقل فيكيدوك، مع أنها تتعدى بنفسها، كاده يكيده. فيكيد لك بمعنى أنه يتضمن معنى الفعل للاحتيال، سيجتهدون ويحتالون في الإضرار بك وفي الكيد لك. ثم ذكر العلة: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فالشيطان يتربص بهذا الإنسان، فكما وقع الحسد لإبليس فرفض وكفر وأبى أن يسجد لسيدنا آدم عليه السلام، فإن الحسد كذلك في قلوب إخوتك، سيكيدون لك وسيحتالون وسيجتهدون في الإضرار بك. العجيب كما رأينا أن سيدنا يعقوب عليه السلام لم يفسر ولم يعبر له الرؤيا، لم يبين له ما تقول إليه هذه الرؤيا، وإنما نهاه فقط وأخبر أن البركات ستحل في البيت، وأن الله تعالى سيعلمه وسيتم عليه النعم والبركات في الدنيا والآخرة. وهذا الذي فعله سيدنا يعقوب لا غرابة فيه، فسيدنا يوسف الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، فهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. فمحبته لسيدنا يوسف لم تكن لأنه صبيح ولأنه جميل، لا، لأنه صغير. يا بني لا تقصص، تصغير يا بني، أو من باب الشفقة عليه، كما قيل لبعض الأعراب العقلاء: من أحب الأبناء إليك؟ فأجاب: الغائب حتى يحضر، والمريض حتى يشفى، والصغير حتى يكبر. ولهذا محبته كانت لصغره ولمكانته ولقدره كذلك عند الله سبحانه وتعالى. عباد الله، ما يسمى الآن عند الأدباء بعقدة القصة، الناس الآن الذين يؤلفون في السينما وفي القصص يعبرون بهذا التعبير بالعقدة، عقدة القصة ترجع إلى الرؤيا،
هناك رؤى فرعية سنذكرها بإذن الله تعالى، لكن ما يتعلق بمحور القصة وبمركزيتها ترجع إلى رؤيا سيدنا يوسف عليه السلام. ماذا قال العلماء وماذا قال الفلاسفة وماذا قال علماء النفس عن الرؤيا وعن الأحلام؟ كلام طويل وقفت عليه ولا أريد أن أذكره في هذه العجالة، الكثير منا لا يصبر على ذلك، لا يصبر على هذه النظريات وعلى هذه الدراسة، فلهذا سأشير إشارات فقط، سأعصر الكلام عصرا وسأختصر اختصارا. المدرسة النفسية المادية وقعت في فشل ذريع على جميع المستويات، على مستوى الإدراك وعلى مستوى الفهم وعلى مستوى آخر على مستوى الدراسة. كفرويد وغيره ممن تكلم وممن فصل في هذا فقد حاروا وعجزوا عن تفسير الأحلام كيف تقع وكيف تكون، حتى من قال بأنها تكون في اللاشعور حار بعد ذلك فيما يسمى بالأحلام التنبؤية. المدرسة المادية للتحليل النفسي تقول بأن الأحلام عبارة عن الصور التي تكون في اللاشعور وعن هذه الصور المكبوتة التي تتنفسها الأحلام عند غياب الوعي. قلنا لهم أهلا وسهلا، وماذا عن الأحلام التنبؤية؟ أنتم الآن تخبرون عما يقع في اللاشعور، وماذا عن الأحلام التي يخبر بها الإنسان وتقع في المستقبل وقد أخبر بها كثير من الناس من المؤمنين ومن غير المؤمنين؟ وهناك أحلام تاريخية لا نريد أن نطيل بذكرها، ولهذا فرويد وغيره ممن تمحل في نظرياتهم وتمحل في نظريته وكذلك تجاوز العلم وحار في تفسير كثير من القضايا النفسية، مع ذلك يعترف بأن هناك أحلاما تنبؤية. ولا داعي أن يعترف، الكل منا وقع له ذلك أو الكثير منا يرى أشياء تقع في المستقبل وتقع بالتفاصيل. وهذا إذا درست الكتب التي تتحدث عن الأحلام وعن الرؤى، أقصد الكتب النفسية والكتب التي ألفها علماء الاجتماع، قد يتكلمون في آلاف الصفحات في مجلد عظيم، لكنهم عندما يتحدثون عن الأحلام التنبؤية يتكلمون عن ذلك في صفحات، في صفحتين أو في صفحات معدودات، ثم يتجاوزون ذلك. وهنا مربط الفرس، فلهذا الرؤيا بالألف كما عندنا في القرآن تتجاوز الحدود، تتجاوز الزمان والمكان، ما يسمى بالحاضر وبالمستقبل وبالماضي تتجاوزه الرؤيا. كما أن الواحد منا لا يعرف ما يقع مثلا خارج المسجد، الذي يمنعه هو المكان، ولا نعرف ماذا سيقع مثلا في المستقبل، يمنعه الزمان. الرؤيا لا تتعلق لا بالزمان ولا بالمكان، ربما تتعلق بالروح، ولا يمكن للإنسان مهما أوتي من علم أن يحيط بحقيقة الروح. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، الوقت يمر ونريد أن نقف عند العبر والعظات. لا يهمنا من القصة أن نسرد وقائعها، ولكن الذي يهمنا أن نقف عند الدروس التي نستفيدها في حياتنا وفي علاقتنا مع ربنا. الرؤيا تتعلق بأمر مهم في العقيدة، تتعلق بالغيب، والغيب كما قرر علماؤنا أنواع، الغيب أنواع كثيرة. النوع الأول خاص بالله سبحانه وتعالى، استأثر الله عز وجل به ولا يشاركه أحد في ذلك، ومن أثبت ذرة لا ترى لأحد مع الله سبحانه وتعالى في هذا النوع فقد أشرك بالله عز وجل. ومن ذلك ما يتعلق بقيام الساعة وما يتعلق بموت الإنسان، هذا لا يعلمه إلا الله قول الجمهور في قضية الساعة، لا
لأن هناك من قال بأن الله تعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم بها، لكن الذي رجحه كثير من العلماء أن ذلك من خصائص الله عز وجل. إذا لا يعلم الغيب استقلالا وإحاطة الله عز وجل، ولا يثبت ذرة كما قلنا لأحد مع الله سبحانه وتعالى. والآيات في هذا الباب كثيرة ومتنوعة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حصر قصر كما قال علماء البيان. هذا النوع الأول. وهذا النوع الذي أشار إليه العلماء تحدى الله سبحانه وتعالى عباده بذلك في كثير من الآيات، وذكر ذلك يخرج عن المقصود. النوع الثاني نوع من الغيب أطلعه الله عز وجل على بعض عباده من الملائكة ومن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله سبحانه وتعالى يؤيد عباده، يؤيد أنبياءه، ويؤيد رسله بالمعجزات وبما سيقع تأييدا لهم وتبشيرا كذلك وتصديقا لما جاءوا به من الوحي، فيخبرهم بما مضى وبما سيقع. نعم، ويخبرهم بالحاضر. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا يتعلق بالماضي. نبينا عليه الصلاة والسلام لم يحضر لذلك، لكن الله تعالى أخبره. أما ما يتعلق يعني بالحاضر، فالله سبحانه وتعالى يخبر في كثير من الآيات ما ينوي به الكفار وما يتربص به المنافقون والمشركون بالمؤمنين وبرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ فالله تعالى يطلع على أسرارهم وعما يريدون أن يفعلوا بنبي الإسلام أو بالمؤمنين الصالحين. كذلك يخبر بما سيقع. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمس لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام مالك رضي الله عنه رأى ملك الموت فقيل له كم بقي من عمره، فأشار إليه هكذا بالكف. فاستيقظ الإمام مالك وهو لا يدري أهي خمسة أيام، خمسة أسابيع، خمسة شهور، خمسة أعوام. حار الإمام مالك. فقيل له إن الجواب لسؤالك في قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخره. فملك الموت نفسه لا يعلم، والذي يعلم غيب استقلالا هو الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بكثير من القضايا ستقع في المستقبل. وهذا ما دفع أن يؤمن كثير من الناس أن يؤمنوا برسالة الإسلام. قالوا لو كان القرآن من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما غامر بذلك. كيف يخبر بأن أبا لهب سيموت على الكفر؟ كيف يخبر بأن الروم ستنتصر بعد ذلك؟ ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أخبر بهذا وقد وقع. لو كان من عنده، لو كان القرآن من عند رسول الله ما استطاع أن يقول ذلك. فهذا نوع من أنواع الغيب. والنوع الآخر ما يسمى عندنا بالبشارة، وهو الذي تتعلق به الرؤيا. ولهذا الرؤيا هي نوع من أنواع الغيب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الحديث الصحيح الرؤيا الصالحة، نرجو من الإخوة الذين كلفوا بفتح الأبواب أن يفتحوا لإخوانهم فهم ينتظرون خارج المسجد. إذن البشارة التي تأتي من عند الله عز وجل تتعلق بماذا؟ تتعلق بالغيب. وأحب أن أشير إلى مسألة مهمة، أن ما نتوصل إليه بسبب الأرصاد الجوية، من خلال الأرصاد الجوية أو من خلال أمور أخرى، قد نرى نوع الجنين مثلا
في بطن الأم. هذا لا يعد من الغيب، نعم هو غيب مجازي وليس بغيب حقيقي، لأننا نرى ذلك بأعيننا. كيف؟ الله سبحانه وتعالى وضع أسبابا ووضع مقدمات لنتائج، فإذا سلك المؤمن لا بد أن يصل إليها. ولهذا التحدي في القرآن ماذا قال؟ ويعلم ما، ويعلم ما في الأرحام. ما هذه للعموم، لم يذكر التحدي نوع الجنين، وإنما قال ما التي تفيد العموم، بمعنى أن الله تعالى يعلم سنه ويعلم أجله ويعلم مدة حياته ويعلم لونه ويعلم أين يعيش وأين يموت وما رزقه، ويعلم هذه التفاصيل التي لا يمكن للبشر أن يعلمها بجهاز أو بغير جهاز. ولهذا القرآن يؤكد على هذا المعنى، حتى الجن لا يعلمون الغيب. وقصة سليمان تؤكد هذا المعنى. سليمان عليه السلام سخر الله عز وجل له الجن يخدمونه، ومع ذلك لما كتب الله عز وجل عليه الموت لم يعلم ذلك، وبقي الجن في العذاب المهين ينتظرون أوامر سيدنا سليمان، يعتقدون أنه حي يرزق. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني سيدنا سليمان يجلس ويتكئ على عصا، فتأتي دابة الأرض لتأكل هذه العصا ليسقط بعد ذلك. حينها يعلم الجن أنه قد مات، فتبين أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله. أما الرؤيا فهي بشارة، نوع من أنواع الغيب الذي يرسله الله سبحانه وتعالى إلى عباده، وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وكما في صحيح مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الصادقة في صحيح مسلم، أي أنها صادقة كصدق النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. علماء لحاروا فيها وكتبوا كلاما طويلا سالت الأقلام في ذلك، ولو أردت أن آتي بكلامهم لطال المقام، لكن الخلاصة ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، وهذا يكفي في الجملة، فهي نوع من أنواع النبوة. بعض أهل العلم، وبها نختم، يذكر شرحا لطيفا لهذا الحديث: الرؤيا جزء، ما هو هذا الجزء؟ لا يمكن أن نحيط به، من أجزاء النبوة، من 46 من أجزاء النبوة. قال، وقد تأمل في الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الرؤيا قبل بعثته، ما يسمى عند علماء السيرة بالإرهاصات. كان يرى كثيرا من الأمور فتقع مثل فرق الصبح، تقع كما رآها عليه الصلاة والسلام، وكما أخبرت بذلك زوجه رضي الله عنها، وهو من الأحاديث الذي ذكرها البخاري، حديث طويل في صحيحه. وقد استمر الأمر لستة أشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال. إذن 6 أشهر هي نصف العام، نصف السنة، السنة فيها 12 شهرا، دزموا 6 أشهر، 1/2. دعوته صلى الله عليه وسلم استغرقت 23 عاما، فقام بعملية رياضية حسابية، 1/2/23، فإذا ضربنا هذا الكسر العادي، النتيجة 1/46، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم كذلك بألفاظ مختلفة، الرؤيا من الله ورؤيا من الشيطان، تحزين من الشيطان، وحلم يراه الإنسان أو يتذكره الإنسان في اليقظة فيراه في المنام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ورواية أخرى: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما وخاف أن يضره فليبصق عن يساره 3، فليبصق عن يساره، أكرمكم الله، هكذا يعني بصق خفيف عن يساره 3 مرات،
وليستعذ بالله عز وجل فإنها لا تضره. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا اقترب الزمان، اقترب نهاية الزمان، لا تكاد تكذب رؤيا المؤمن وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ضوابطها، كيفية معرفتها، كيف نتعامل معها، هذا نتركه بعون الله عز وجل إلى جمعة أخرى، ولا نستهين بها كما يرى البعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري: لم يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات. فقال عليه الصلاة والسلام: يراها المؤمن أو ترى له. والبخاري في صحيحه له كتاب سماه بكتاب التعبير. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، والله يقول الحق في السبيل، والحمد لله رب العالمين. فمع الجمعة الخامسة المتعلقة بقصة سيدنا يوسف عليه السلام، حيث يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قلنا فيما سبق بأن بداية القصة بدأت بعد بيان وصف القرآن وقدره ومنزلته وما فيه من القصص العظيمة الجليلة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم يقول بعد ذلك: نحن نقص عليك أحسن القصص، إلى آخر الآيات. فإذا بعد بيان وصف القرآن تأتي بداية القصة، والتي تتمثل في العقدة بتعبير الأدباء وبتعبير المتخصصين في القصة وفي الرواية، يسمونها بالعقدة. إذن العقدة تبدأ من هنا، والقصة تبدأ من هذا المشهد الأول: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت، إلى آخر الآية. فإذن هذا لون عظيم، لون فني متميز، لون متميز، لون فني متميز من أساليب القرآن العظيم، يضعنا أمام المشكلة الرئيسية بسرعة فائقة، ثم يستحوذ على شعورنا وعلى أحاسيسنا وعلى كياننا. ثم بعد ذلك هذا الخط يسير بشكل غريب جدا، لم يكن خطا سهلا، ولم يكن خطا منفردا أو مفردا، وإنما تتفاعل فيه أشياء كثيرة. فهناك أولا الجانب العاطفي الذي يتعلق بسيدنا يوسف، والجانب الآخر جانب الخوف والوجل والخشية والاضطراب، إن صح التعبير، من قبل أبيه، من قبل سيدنا يعقوب عليه السلام. والجانب الآخر جانب الكيد والمؤامرة من قبل إخوته. وهكذا تتعقد القصة في بدايتها، وهذا أسلوب دقيق من أساليب القرآن العظيم. ومن خلال تعقد هذه، من خلال تعقد هذه الأحداث وتعقد هذه القصة، نلاحظ أنها تتجه إلى الشخصية المهمة فيها، تتركز وتركز على الشخصية العظمى، على المحور الأساسي في القصة، على سيدنا يوسف عليه السلام. ثم بعد ذلك تهتم بمنعطفات خطيرة ومتنوعة أثرت في أحداث القصة، وبهذا يصير الخط بعدها، بعد هذا التوجه وبعد هذا الاهتمام،
يسير سيرا مستقيما متصاعدا. وكتب العلماء في هذا الشيء الكثير، كتب العلماء في هذا الشيء الكثير، لا أريد أن أطيل فيها، فهذا يقال لأهل التخصص. طيب، المنعطف الأول من هذه المنعطفات إلقاء سيدنا يوسف عليه السلام في غيابات الجب في البئر، منعطف مهم. وفي نفس الأمر هذا المنعطف يدل على تحول حاسم في حياة سيدنا يوسف عليه السلام، حيث سينتقل من حياة العطف، من حياة الحب والمودة التي يجدها الإنسان عند أبويه، إلى حياة القسوة وحياة الرق، تحول حاسم وسيؤثر في العقدة. المنعطف الثاني شراء سيدنا يوسف عليه السلام بدراهم معدودات، حيث سيتحول إلى قصر العزيز، عزيز مصر، ثم بعد ذلك سيتعرض للفتن والإغراء من زوجته ومن قبل النساء، وسيدنا يوسف سيؤثر السجن على المعصية. هذا منعطف مهم كذلك. منعطف ثالث، تأويل الرؤيتين للسجينين وتأويل رؤيا الملك، وهي كذلك محور أساسي في القصة، سيغير مجرى الأمور. المنعطف الأخير وهو تبليغ سيدنا يوسف عليه السلام رسالة ربه، حيث سيبدأ ذلك في السجن، وفي السجن سيكشف الحجاب وسيرفع النقاب عن علوم سيدنا عن علوم سيدنا يوسف عليه السلام، فسيدعو القوم إلى التوحيد، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وبهذا تسير القصة في هذا الاتجاه بشكل متوازن، بشكل متوازن وبشكل تتابعي بدون انقطاع بعدها، كما قلت بشكل تصاعدي، بل إن البداية وقد بينا هذا تتعلق بالنهاية. بداية القصة التي تتحدث عن الرؤية لم تظهر لنا إلا في نهايتها، في نهاية القصة، وهذا يدل على بناء عميق ومحكم وتصميم عميق، ولا شك في هذا ولا ريب، فإنه تنزيل من رب حكيم سبحانه وتعالى. إذا نعود إلى القصة، القصة تبدأ بماذا؟ إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي قرأت. فإذا سيدنا يوسف بين هذا يخاطب سيدنا يعقوب ويقص عليه الرؤيا، لكن لاحظوا لماذا بدأت السورة بهذا الحرف إذ، ونحتاج إلى بحث عميق في هذا لأهل التخصص. هذا الأسلوب الذي يشير إليه القرآن العظيم تكرر في بيان الله عز وجل إذ، ما الغرض بالبداية بالظرف الزماني؟ العلة والسر في ذلك، والله أعلم بمراد كتابه، أنه يقطع جزءا زمانيا مهما ليسلط عليه الأضواء وليبين أهميته ومكانته وقدره. هذه هي الغاية وهذه هي العلة، أن يتجزأ وأن يأخذ جزءا زمانيا ممتدا، وهذا منتشر له نظائر في القرآن العظيم، تكرر هذا في كتاب الله عز وجل. لهذا إذا رأينا وتأملنا مثلا في سورة الأنفال، في قضية بدر، في غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم، إذ يغشيكم النعاس،
إذ يوحي ربك إلى الملائكة، وهكذا إذ يريكهم الله. إذ علماء اللغة، علماء النحو يقولون ويقدرون فعلا محذوفا متعلقا. إذ قال يوسف واذكر إذ قال يوسف، إذ تستغيثون واذكر إذ تستغيثون. فإذا هذا أو هذه البداية المهمة تشكل لنا المشهد الأول من القصة. وقبل أن نتكلم عن أحداثها وعن تفاصيلها وعما فيها من الأسرار والأحكام والعبر والدروس، وهي الغاية التي تبدأ بإذ، فهو ظرف لما مضى من الزمان في الماضي في الغالب، وقد تأتي كذلك في المضارع. طيب، وعدتكم على وجه الاختصار ونمسك الخيط الأول أن نذكر القواعد ونذكر المعالم في تفسير الرؤيا. والرؤيا بالألف كما بينا لها دلالتها ولها محورها في الشريعة الإسلامية. ويكفي أن البخاري رحمه الله أسس منهجه وقدم لنا هذا المشروع النبوي اعتمادا على رؤيا رأتها أمه. نعم، لكن نجد من الغرائب ومن العجائب ما نسمعه عن بعض، أقول عن بعض الوعاظ والقصاصين مما سبب في انتشار البدع والخرافات، فنحتاج إلى أن نحكم ذلك وأن نؤسس الأمر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رجل إلى سيدنا العلامة المحقق المدقق الأصولي البارع الذي جمع بين المعقول والمنقول إلى عز الدين بن عبد السلام يسأله ويخبره، فقد زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي اذهب إلى كذا إلى مكان معين فستجد كنزا مدفونا هناك، ستجد ركازا. والركاز هو مال مدفون، مال جاهلية مدفون في الأرض. والمقرر في الشريعة الإسلامية أنه من وجده فعليه أن يؤدي خمسه من الزكاة لبيت المال المسلمين كما هو مقرر عند الفقهاء. طيب، قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أذهب إلى مكان معين لأخذ الكنز، وفعل ذلك ووجده، ثم قال للعالم وقال لي لا تؤدي زكاته. هذا القول يخالف ما قرر في شريعتنا. ماذا قال له عز الدين بن عبد السلام رحمه الله؟ قال له نحن نأخذ الفتوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان ميتا، ولا نأخذ عنه الفتوى في المنام. ومسألة عميقة ودقيقة عند علماء الأصول. بل أدي خمسه زكاة لبيت المال المسلمين، ولعلك من شدة فرحك ومما رأيت من الكنز ومن المال اعتقدت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تؤدي زكاة ماله، وإنما قال لك أدي زكاة مالك أو أدي زكاته. هذا هو الفيصل في مثل هذه الأمور، سدا للذرائع وسدا لمن يتلاعب بالدين. طيب، لمن أراد أن يفسر الرؤيا، ونحن نذكر الرؤيا، أما الأحلام فهي أضغاث لا عبرة بها ولا نلتفت إليها. قال العلماء لا بد أن يحيط بعلوم كثيرة، فالذي يفسر الرؤيا الآن في زماننا يعدون بالأصابع في العالم الإسلامي، لا أقول في فرنسا، لا، في العالم يعدون بالأصابع. علم دقيق وجليل لا يعطى لأي أحد، قد تجد فقيها محدثا لكن لا يفقه في عالم الرؤيا. فقالوا لا بد أن يتقن القرآن العظيم بعلومه وأحكامه وما يتعلق به، لا بد أن يفهم مقاصد القرآن، أسرار القرآن، أن يفهم إشارات القرآن، أن يحيط بالقرآن العظيم رواية ودراية. طيب، لا بد كذلك أن يحيط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، وأن يحيط بمقاصد السنة
وبمقاصد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسياق والسياق واللحق، بالسباق والسياق واللحق. لا بد من ذلك، لا بد أن يحيط بعيون كثيرة يضيق الوقت بذكرها، لا بد أن يحيط باللغة العربية باشتقاقها بنحوها بصرفها ببلاغتها ببيانها بمقاصدها كذلك وبأحكامها، لا بد أن يحيط بحال السائلين الذي يسأل كيف حاله، كيف إيمانه، كيف عقيدته، كيف هي عقيدته، وهكذا. لا بد أن يحسن القياس، لا بد أن يربط بين المتشابهات، لا بد أن يقوم بقطع المسائل التي لا علاقة لها بصلب الرؤية، فلا بد أن يحيط بذلك بالإضافة إلى علوم كثيرة. فإذا على وجه الاختصار أذكر بعض الأمثلة من باب المعرفة لا من باب التطبيق، لأن الأمر يتعلق بتشخيص معبر. فكما أن الإنسان يشعر بالحرارة وأخ له يشعر بالحرارة فيذهبان إلى الطبيب، فالطبيب يشخص دواء للواحد منهم يخالف الدواء الذي للآخر، فإذا الأمر يرجع إلى الطبيب. فكذلك هذه الأمثلة لا يمكن أن نطبقها على العموم، وإنما من باب البيان فقط. فالأمر يرجع إلى حال السائل، ويرجع إلى المعبر، ويرجع إلى المكان والزمان. طيب، يفسرون الرؤيا بالقرآن العظيم، فمن رأى، وأقول دائما ليس على العموم، مثلا اللباس الجديد يدل على ماذا؟ قد يدل على الزواج، واللباس الطويل يدل على العين كما سيأتي بإذن الله تعالى في تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اللباس الجديد يدل قد يدل على الزواج لقول الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم، رؤية السفينة قد دائما أؤكد قد تدل على النجاة، على نجاة من هم، من غم، من مصيبة، من كرب إلى آخره. فأنجيناه وأصحاب السفينة، فأنجيناه وأصحاب السفينة، من هنا يأخذها المعبر من القرآن العظيم. طيب، الحديد قد يدل على الخير والبركة وقد يدل على الشر، وأنزلنا الحديد، إعجاز علمي، الحديد لا يتكون في الأرض كما يقول الجيولوجيون الآن، وأنزلنا الحديد فيه بأس شر، وقد يكون فيه الخير، فيه بأس شديد ومنافع للناس. ومن رأى أنه يأكل في المنام قد يدل على الغيبة والنميمة، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهكذا الأمثلة في هذا الباب كثيرة. كذلك السنة، الفأر والحية والعقرب، كل مخلوق يضر الإنسان سماها النبي صلى الله عليه وسلم فواسق، فهي تدل على الإذاية لأنها تخرج من مكانها من أجل الإذاء. والأمثلة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وكثيرة جدا، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم في الحج أن يقتل هذه الفواسق تحصينا وابتعادا من إذايتها حتى ولو كان محرما. نعم، قد تفسر الرؤيا كذلك بدلالة الأسماء، فاسم فاضل يدل على الفضل، واسم راشد يدل على الرشد، واسم سعيد يدل على السعادة، وهكذا. فدلالة الاسم في الرؤيا لها إشارات من الغيب، فالرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. روى الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت فيما يرى النائم، رأيت فيما يرى النائم كأن، أي أنا مع أصحابي في دار عقبة بن رافع. عقبة دلالة، رافع لها دلالة، وقد أوتينا برطب من رطب ابن طاب. فأولتها، يقول عليه الصلاة والسلام، بأن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة. عقبة العاقبة في الآخرة، رافع رفعة
في الدنيا دلالة الأسماء. وأوتينا برطب من رطب ابن طاب رجل بالمدينة، أي بنوع من أنواع التمار، فالتمار تدل على الحلاوة. من رطب ابن طاب بمعنى أولها النبي صلى الله عليه وسلم أن ديننا قد كمل، كمل ديننا وحسن زمانه وحسنت أيامه، هذا تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته، والله يقول الحق وإليه السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجنته ومستقر رحمته وتوعد العصاة بنقمته وزوال نعمته. واشهد أن لا إله إلا الله السيد المطاع على عباده الحجة بلا نزاع، واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كذلك تفسر الرؤيا بمعرفة اللغة العربية، فالسن قد تدل على العمر، على سن الإنسان. ولهذا ذكروا الأضراس تكون للشيوخ، وذكروا القواطع تكون للشباب، وذكروا الناب الذي يكون للطفل، الأنياب تكون للأطفال. فمن رأى أنه قد سقط منه ذلك لا أعمم ذائبا، فهذا يدل على موت قريب منه، قد يكون أبا، قد تكون أما، قد يكون جارا، قد يكون صديقا، قد يكون ابنا إلى آخره. ولهذا الأفضل أن لا تعبر الرؤيا إلا إذا كانت من الرؤى الصالحة. أما إذا رأى الإنسان ما يكره، الأفضل أن يسكت وأن يتعوذ بالله عز وجل من شرها كما ذكرنا في الأسابيع الماضية. طيب، مما يعتمد عليه كذلك العلماء في هذا الشأن، وقد ألف الإمام البخاري كتاب التعبير من صحيحه ليدل على مكانة الرؤية في الشريعة الإسلامية، دلالة الكلمات من الأمثال السائرة. نقول مثلا يد فلان أطول من فلان، ولا نقصد الحقيقة وإنما نقصد المجاز، يد فلان أطول، أي في الكرم والإحسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال أسرع كنا لحاقا بي أطول كنا يدا. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كما في رواية في الصحيحين وفي غيرهما، قلنا يا رسول الله، أو قالت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام أينا أسرع لحوقا بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أطول كنا يدا. فأخذنا قصبة يذرعونها، أي يقيسون أيهن أطول يدا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد ذلك. قالت رضي الله عنها فعلمنا بعد أنما كان طول يدها الصدقة، كان طول بالرفع على رأي بعض العلماء طول يدها الصدقة، يصح الوجه وله دلالة الوقت لا يسمح بالتفصيل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قصد زينب بنت جحش، وكانت تتصدق بيدها، فهي أول من لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تدل النار على إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، النار من طبيعتها أنها تشتعل كذلك في الحطب، وقد تدل على الأنس كما في قصة سيدنا موسى، على حسب الزمان والمكان وعلى حسب هيئة الرأي. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب ومرأته حمالة الحطب. إذن رؤية النار قد تدل على إثارة العداوة والبغضاء بين الناس كما فعلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه. أخيرا وليس آخرا، مما يعتمدون عليه في تفسير الرؤيا، يعتمدون على حال الرائي نفسه كيف هو. يروى عن ابن سيرين رضي الله عنه أن رجلا جاء عنده فقال لقد رأيت في المنام أني أؤذن، قال أبشر ستحج بيت الله تعالى. وجاءه رجل آخر
قال رأيت فيما يرى النائم أنني أؤذن، فقال له تب إلى الله عز وجل. تعجب الناس كيف؟ قال قد جاءني الأول فرأيت، ولهذا يعتمد المعبر على أحيانا على إحساسه، على إلهامه، على النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلبه. رأى النور، رأى بشارة الصلاح في وجهه، فتذكر قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، فقال ستحج بيت الله، وكان الأمر كذلك. لما جاءه الثاني وقد رأى مظاهر الانحراف بإحساس منه في وجهه وفي سلوكه، فقال له تذكرت قول الله عز وجل ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، فقال تبت إلى الله عز وجل. فاللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمورنا واقض حوائجنا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، حطنا بعنايته، اللهم حطنا بعنايته، اللهم حطنا بعنايته. Thank you.